عرفها رسبو. المزيد مع حجة بتامك ومحمود أطوطف. تميزت فعاليات الأسبوع الثقافي الأول للمرأة والمنظم من طرف المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني النسائي بأسزاك بالعديد من الأنشطة الفنية ومسابقات ثقافية وندوات دينية وعلمية تتمحور حول قضايا واهتمامات المرأة. الحفل الختامي الذي تخلصوا مجموعة من الفقرات بالأناشيد وأغاني وتوزيع بعض الجوائز على النساء. مر هذا الأسبوع بخير وعلى خير، ونال إعجاب ديال شريحة كبيرة في الوسط النسائي، لأنه استهدف مجموعة من الأنشطة اللي قامت بها المرأة من رياضة وثقافة. لا تشكر ذي الجمعية، جمعية النساء، لحقناها شي ما قد شفناه ولا قد طريناه ولا قد عاد في ذي المدينة، واليوم نشكرهم. إلى جانب حضور فقرات خاصة بالمرأة، تم كذلك تقديم أنشطة أخرى ترفيهية وفنية للأطفال وعروض مسرحية متنوعة من إبداع تلاميذ مختلف المؤسسات التعليمية بالمدينة. مسابقة ثقافية دارت مزيان، كل شيء زوين، كنتمنى يتعاود كل عام بنفس الطريقة. وفي اختتام هذا الأسبوع الثقافي الأول للمرأة والذي يأتي تحت شعار المرأة والتنمية المحلية بتكريم بعض الفعاليات النسائية بالإقليم، بالإضافة إلى توزيع جوائز على الفائزات في مختلف المسابقات المنظمة خلال هذا الأسبوع الثقافي.